إسالا نسات مازيغت وكاذير دي توالينا وندينا غازو الفلاون أنصف يسونا نفذوس نمهل النس لاباس لمن أغناو عبد الغني همل يناد ذاكن ثان مهلان لمن ديما تتعرض إوا كانت تنفدل تيكتيوين لاكو تميث لقديش يارسن لاكو ذو سقاموها يرغلان الأنتربول ويناد عبد الغني همل ذيث مليليثينس لاكو ذو سلواين تسقاموت مينغ هونغوي ذاكن سلاباس لمن ديما فدن ميال ثخازافيين لاكو ذار فراف لاكو ذو نادي غاف ثخازافيين لادغاثي وتعرضني وكان أسنرنين في ليسا وذا سنتران الحد الشغالة قد نوالي ذوك صوادك. Que nous devons mobiliser l'ensemble de nos capacités tendant à créer une alliance solide et pérenne entre les chargés de l'application de la loi, les secteurs publics et privés, demain à même de lutter efficacement contre l'évolution accrue de la criminalité émergente, notamment le triptyque cyber, migration illégale et terrorisme. Je ne saurais terminer mes propos, Monsieur le Président, sans rendre un vibrant hommage au nom de cette honorable assistance à son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, pour ses efforts inlassables, ainsi que ses idéaux fixes pour un développement durable et une sécurité pérenne à travers le monde, et notamment au niveau du continent africain. ذوك سنتلا النظام وكذا دون غلاف نسالان جمال كعوان إلمند بواس أجل غلان تللينا تغامسا ذاكن تغامسان الجزائر ثيرد دا سوري في مقرنس وزاليس ذي تغامسان تللي ذي ثمورث نال الجزائر دنوالي ذاك صوادك. الصحافة حقت عدة يعني تقدمات زافونسي دون لا كونكيت دي اسباس دو ليبرتي. حتى صحفي لا ديبيناليزاسيون دو لاك دو بريس، رئيس الجمهورية دستر حرية الصحافة في 2016، وهذا جاء كتأكيد مرة أخرى على لسان رئيس الجمهورية أن الصحافة في الجزائر محصنة، والرئيس هو محصن الصحافة في حرية الصحافة في الجزائر. ديما جيوانو سنتلو على حساب ونغلاف نسالان جمال كعوان ثيلي زريوين تيما ينوثين تيدي لان ذوك فريد اول من وذ الفايده مقرن الجزائر لدار إمي قدشان ذي سنت يلمزيون وذاين يفكان تاغونيت إلى قديش اللي ذوك حريشه كينات غامسه. قنوات خاصه، قنوات فتيه، انا نظن وجودها مكسب للجزائر. يبقى هذا الاعتبارات سلطة الضبط ومن مسؤوليتها يعني ضبط هذه القنوات لأمور ولأخرى. بالك يعني سؤال ولا طرحتوه المعني لأن سلطة الضبط سلطة مستقلة، ولا ربما يعطيكم أحسن يعني شروح على هذه الوضعية، ولكن هذوك يعني التجاوزات من يعني غير مقبوله في كثير من الاحيان. ذوك يزدونت باتنت يفضل قديش نت ماشيت يتساويني مسفردان يار الصنف نصنف كورادا راه يصوضن يار الجزائر ثمنه ثكذت باتنت ماشات ديما الا لمضران يمذنن يسخسران لدغا وذ يترجمن داين يزمرن دياوي لمضران اي مسفردان دنوالي ثورق سعيد حريك. ذوك يزدونت باتنت يلا دوسنانين وصنفار نوفريذنت ماشينت ستماشينت إذا زدرنان أو سيوض نصنفن كورادا كتون حسابن يار تاويلا ثثرارن ذوك مضاد ويلا دثيكل تمزواروث ذي الجزائر لاكو تفريقت ويتراجو أذيلي المنداذ إمس بردان. وقلنا لي بلاص فيها 264 بلاص، فيها بريميير اي دوزيام كلاس. عم بالكم بلي هذه النوع يسموها كورادا، سي اول خطره في الجزائر. القطار الفريد من نوعه لاول مره يستعمل في الجزائر، قطار ملقب بكورادا على خط الربط بين يعني خط اللي تابع لمدينه باتنا 130 كيلومتر حتى المسيله، ثم المسيله الى الجزائر العاصمه. أنكشوم نتماشينتو سيوضن يمذانن ذاين ريسناني نحريشو سيوض لدغا غزريين تباتنت لكذ الجزائر ثمانات مشاغ كرا الشغال نسحسف فلاسن تيليند ديما ذي عويقا ميالاس دوئي والمن. نطلبوني دائما المواطنين مدينة باتنا وعلى مستوى القطر الوطني بعدم رمي القطار بالحجارة لأنه يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية. كما ثاني نوه بالممرات القاتله الغير مرخصه الموجوده عبر السكه الحديديه. نطلب من المواطنين الحيطه والحذر. هذا كسروه البارح مازال ما دارش البريمي فواياج تاعهم كسروه. ماذا بينا ومن بعد كي تكسروه راح تقيس ثاني شيء بواحد اخر وراح راح تبليسي ناس، راه قادر تقتل الناس وانت تتبان لك هي لعبه مي قادر تقتل واحد. ديما تيلين دل شغالو صخرف إكتاع كويران لقديشات يشفن ويجي وتعرضن ديما غاذيلين أكدو سدو لقديش أثراري وكنا ذي النرني.